يا النهاردة عاملة نيو لوك قوي. المصريين القدماء هم اللي مخترعين الحاجات دي. يا سلام. طبعا بوريكهم والموميات بتاعتهم بتدل على كده. انت عارفه ان هم المعلومه اللي عندي، المصريين القدماء اللي حتى السيدات كانوا بيشيلوا شعرهم تماما ويلبسوا بواريك. سمعت الموضوع ده، مش عارفه صح ولا غلط. انا سمعت ده عشان ما يبقاش في حشرات بتيجي، عارفه الامل والحاجات دي ما تجيش في شعرهم، ودي حاجه سمر. تدل على ان هم كانوا سوفيستيكيتد ونضاف قوي. مهتمين بالصحة. انت عارفه كمان ال 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 الرجال ايام المصريين القدماء كانوا بيشيل، يعني بيشيل، ما فيش دقن وما فيش شنب وحاجات كده، كل ده متركب؟ كل ده متركب، ما فيش خالص. عشان كده يمكن كان في مسلسل كان هيتعمل من كام سنه ليه علاقه بحد من الملوك العظام في مصر القديمه، فالبطل كان بدقن، فالناس اللي بيفهموا ده قالوا ازاي ما كانش في ملوك في مصر القديمه بدقن اصلا، كانوا بيشايف كل الجسم اصلا. يس، نظافه، اجدادنا نضاف ولا. انا صاحبتي معايا في الشغل، هي من اثيوبيا، هي اللي عملته لي. اسمها ايه؟ نبيلة. يا نبيلة؟ نبيلة شطورة يا نبيلة، يا بولبولة. بقول لك ايه؟ الأكل شكله حلو. ميرسي. أنا جعان. إيه ده؟ ده مسخن بكبد الفراخ. مسخن بكبد الفراخ ومقدمها مع عيش تورتيا؟ العيش صاج. صاج أحلى وأحلى من التورتيا بكتير. ودي إيه؟ دي سلطة جرجير بالبرتقال. جرجير بالبرتقال. وإيه ده بقى؟ دي كيكة قهوة بالبلح الجميلة. قهوة بالبلح. طيب جاهزة؟ جاهزة جدا. وانا كمان هتبتدي بإيه؟ بالمسخن. مقادير المسخن يا ولادي. عندنا 3 بصلات حمر كبار متقطعين شرايح رفيعة، و3 معالق كبيرة سماق، ونص كوباية زيت، نص كيلو كبد فراخ، ملح وفلفل، وللتقديم عيش صاج. بس كده. الموضوع سهل وبسيط، عشان هي أصلا الوصفة الأصلية بتتعمل بفراخ فراخ مش بكبد فراخ. فطبعا تاخد وقت، يقعدوا يسلقوا الفراخ بقى وياخدوا مرقتها. لا احنا عايزين حاجات سهله. ورخيصه برضو. برافو عليكي. فانا اول حاجه هعملها ان انا هشوح الكبد، وبعد كده هرفعها ومطرحها بقى هعمل ايه؟ البصل. فالكبد عندي هتبلها بملح. في واحده من اسبوع كانت كاتبه لي كومنت على الفيسبوك على الصفحه اثر فيا. ايه قالت ايه؟ فعلى فكره المطبخ. ما تحسوا بينا ايه الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي نعملها ازاي؟ طب احنا بنعمل ايه؟ ده احنا اصلا اقل ناس بنعمل اي حاجه يعني من الحاجات. ده احنا قعدنا 6 شهور سنه. 6 شهور ايه؟ اكتر طبعا، واكتر من سنه كمان. 6 شهور ما نستخدمش بيض لما غلي، والفراخ بنستخدم الاجنحه او القوانص. اخر كان اخرنا دبابيس. دبابيس اخرنا. ولحمه شبه ما بنعملهاش، لو مفروم بس. غريبه قوي حضرتك، بكومنتك غير مقنع بصراحه. يلا ماشي، هنزل الكبده. طبعا الطاسه سخنه جدا. ده انت محتاجاه؟ ده انا محتاجاه جدا. بقرج عليها. ليه بقى؟ عشان الكبده مش عايزينها خالص تنزل ميه، احنا عايزينها تلون كده وكده، تش وتش، علشان لما تقعد كتير على النار بتجلد، بتقلحف. بت ايه؟ بتقلحف. بتقلحف؟ بتشد يعني، تبقى زي كاوتش كده. جامد لحاف. انت عارف عيلة جوزي بيقولوا كلمة غريبة جدا على الموضوع ده، بتقول بيشضد. بيشدد. بيشضد. بيشضد ايه معناها ايه؟ يعني بيشد كده. انتوا بتقولوا ايه عندكم؟ في ايه؟ تعالى موضوع التشديد ده. لا مش بنقول جامدة. شد صح؟ بتشد. او لا ممكن بتشد. جلدت. جلدت مثلا ممكن. بس الموضوع برضو على كبد اللحمه، برضو كل كبده كده المفروض ايه؟ سيكو سيكو خلاص. الكبد بقى بالمناسبه عشان في طبعا خناقه كبيره جدا، الكبده بتتغسل ولا بتتغسلش. الحاجات دي كلها. الكبد يا جماعه من اهم الحاجات اللي بالذات في الصيف ممكن تبوظ، فلذلك لازم نكون عامل بتاع الفراخ احنا متصاحبين عليه كويس، ونتاكد ان الحاجات بتاعته فريش. طيب جبنا كبده ومن عمه، احنا عارفين هو راجل نظيف والكبده بتاعته فريش. نعمل ايه؟ نقعها في لبن. نقعها في لبن ليله او على الاقل 5 6 ساعات مثلا. غير لبن؟ غير لبن؟ لا مش بعمل حاجه غير لبن. بقول لك، جربتي تعملي موس او معجون من الكبده دي؟ طبعا تشيكن ليفر باتيه. بعمله بيبقى بينك كده، مش بعمله يبقى جراي وقاتم. يبقى هايل. طب جربتي تعملي البط مدخن؟ بط مدخن؟ لا، بس جربت اعمل البروشوتو بصدور البط. الايه؟ يعني
أقدد صدور البط يبقى مقدد. طب أنا مرة بقى المرة الوحيدة اللي أكلت فيها بط في حياتي كنت مسافر على مصر للطيران. مش فاكر كنت رايح فين، وكنا جايبين الأوردوفر اللي هو الطبق اللي زي السلطة حاطين فيه قطعتين بط مدخن. فساعتها أنا دهت للمضيفة قلت لها إيه ده؟ قالت لي بط مدخن. قلت لها لا أنا ما بحبوش يعني ما مش هاكله. قالت لي طب ممكن تجربه؟ على ضمانتي كانت لذيذة قوي. طب والله لذيذة. قلت لها طب هجربه. وفضلت واقفه دي كده ورا مروه. كانت بجد كيوت قوي. فيوم جربته قلت لها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده حلو. انت شفت بقى كله هجيب لك واحد تاني. طب والله لذيذ. احط ايه بقى دلوقتي؟ طيب شايف الكبد؟ اولا عايزاك تبص على اللون الجميل جدا اللي اخدته. جنن. ده عشان حافظنا عليها وما نزلتش ايه ميه. ماشي. فهننزلها هنا ومطرحها بقى في نفس الطاسه الجميله اللي البصل. مليانه بهاريز بتاعه الكبده. شفتني وانا ماسكه وبشتغل بايديني الاثنين؟ ايه ده انا نسيت. سوري برافو عليكي. انا وده طبيعي ولا ما يصحش؟ لا كويس كويس. الدكتور قال لك اهو. ايوه. انت حسيت التقويم امتى؟ هتشيل التقويم امتى؟ لما اتعدل والبس الاساتيك. لا انا خلاص خلصت مرحله الاساتيك. او جد انا فاضل لي شهرين. شطور قوي. هنا هنزل بقى البصل وهزود عليه شويه ملح وفلفل والسماق. حط السماق. طبعا السماق انا عايز اتكلم عن السماق ومنشأه. ناس كتير بقى بتفتي جدا في موضوع السماق ده ويقول لك ده اصله رمان مجفف ومطحون. ايه ده هو مش كده؟ مش قش رمان؟ لا بجد؟ لا مش رمان ولا قش رمان. هو بيجي من اتس بيري يعني ثمره كده شبه التوت كده والكريز والحاجات دي. بجد؟ وبتتقطف وبتتجفف وتتطحن. هي نبات لوحده مش مشتقه من حاجه ثانيه. ده اسمه ايه؟ سماق. امال دبس الرمان ايه بقى؟ لا دبس الرمان عصير رمان مركز. ومش عليه اي اضافات. اوكي. وبيتعمل كمان في بلاد الشام عندهم نوعين من الرمان، رمان حلو والرمان المزز. فهو دبس الرمان بيتعمل من الرمان المزز. وهزود هنا زيت. طبعا هو بيتعمل زيت زيتون في فلسطين. فاحنا ايه؟ ناس متقشفين شويه. فحط الزيت. وانت هتعمل ايه في الخلاط؟ تل السلطه. والله الدريسنج بتاع السلطه. ونحط بقى البصل ونفضل نسويه 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 لغايه ما يدبل خالص خالص خالص. انت هتغرفي الطبق ده؟ احنا ممكن نعمله ساندوتش، ايه رايك؟ لا تعالي نغرفه. ماشي. عايزه تعملي ساندوتش؟ انت نفسك في ايه؟ انا بصراحه بحب اكله ساندوتش. طب يبقى تعمل ساندوتش. زي ما تحب. لا ساندوتش ساندوتش. اهو جيب لك العيش الصاج هناك على الشمال اللي قدام. صح. شطور. قاعد ادور عليك. اهو العيش الصاج ده انا بحبه جدا، باكله حاف. ايوه. وانا في انواع كتير قوي من العيش باكلها حاف. بالنسبه لي العيش زي البسكوت. بحبش ابدا ابعت جوزي يجيب عيش من عند الفرن عشان بيخلص نصه. في السكه. لا اصل العيش العيش البلدي وهو طالع من الفرن وسخن ملوش حل يا جماعه بصراحه. عسل وطحينه. او حاف حتى. فعلا. قلت لك شويه بصل. طبعا البصل المفروض يدبل شويه كده يعني، بس احنا ايه طري كطري نازلين من البتاع عليه. مش عارف اعمل كده. يعني مش المفروض يبقى كتير؟ لا اللي حامل كده بايدي اليمين وايدي الشمال. فهميني برضه يعني خليكي معايا ناصحه كده. بعدين ده هنقطعه ولا نسيبه كده؟ زي ما تحب. ما ينفعش نحط عليه شويه دبس رمان؟ يبقى جميل. وطماطم وبقدونس. طماطم مفيش اي مانع. بقدونس. ها يجوز. بس ما تقولش لاخواننا الفلسطينيين. طبعا. الفه. لف. يا ولد يا ولد يا ولد. ساندويتش مبقلص. جنن. حلو قوي. اهو حلو. رائع. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نعمل سلطه. السلطه يلا قلنا مقاديرها
لو سمحت. سلطة الجرجير بالبرتقال، هزمتين جرجير، برتقال، ملح وفلفل، وبصلايه صغيره، رصاص، عندنا معلقه صغيره مستردة، وفص ثوم مفروم، معلقه كبيره زيت، معلقه كبيره خل، نص معلقه كبيره سكر، وربع كوبايه جبنه قريش، ومعلقتين كبار جبنه رومي مبشوره. طبعا انا دايما 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 لما يكون في بصل في السلطه بعمل نفس الحاجه كل مره. قوليها لهم دايما. ابويا بقى يعملها على طول مع اسامه. ده راجل زي السكر والله. ميرسي. اهو البصل هحط عليه سكر وخل. وخل ليه هنحط سكر وخل؟ علشان يخلي البصل مش حاد قوي في السلطه، بس بيبقى نفس الطعم الحلو بتاع البصل وما يبقاش ريحه على فكره بعد الاكل. دي بالنسبه لي مهمه قوي. ومفروض يعني لو احنا عندنا متسع من الوقت والمجهود ان احنا نسيبه كده شويه. اه طبعا. بس احنا مش عايزين نضربه في الخلاط؟ هناخد بقى الخل بتاعه كده على طول. اه. بس طبعا كل ما نسيب الخل منقوع اكتر في البصل كل ما هياخد من طعمه، ودي تبقى حاجه احسن. مش عايز البصل؟ هناخد البصل في السلطه والخل في الصوص. اوكي. طبعا الخل ده هنسيبه ساعه مثلا البصل ينزل فيه ميته عشان يدي طعم. ومعاه وما تقلقوش ان البصل يسنن، يعني لو هو محطوط عليه خل وسكر هيقعد عادي مفيش مشكله. هنحط بقى الجبنه قريش، ودي وصفه كويسه للناس اللي ما بتحبش تاكل الجبنه القريش، بتحبش ولادها ما بيحبوش ياكلوهم، في السلطه دي هتبقى طعمها حلو وايه هيحبوها. بعدها هنحط الثوم. والثوم والمستردة. اوكي. انا بحب المستردة جدا. وانا كمان. ناس كتير ما بتحبهاش بس انا بحبها. وهنحط الزيت ونضرب. مش ملح وفلفل؟ ملح وفلفل. زودي الفلفل. زود لك شوية زيت ولا أنت تمام؟ أنت شايفها كده؟ أنا شايف إنك كويس. عايزة تخفي كده؟ حلو أوي، حلو أوي. جميل. رائع. هنيجي بقى في بولة السلطة بتاعتنا. أيوة في شكل. الريحة الحلوة دي. بولة السلطة هنحط هنغرف هنا ولا تحب نغرف في طبق تاني؟ لا لا هجيب لك طبق غرف طبعاً. ماشي. طبعا واحدة. ده كبير؟ لا حلو جميل. هنحط الجرجير هنا. جرجير بلدي ده. طبعا الجرجير بصراحه في الصيف دايما بيبقى حزين، بس انا كنت مبهره لما شفت ده النهارده. صراحه ما قدرتش افوته. قلت لعمو ايه الجيني. انا بموت في الجرجير. وبموت في الخس، بس انا الخس البلدي ما بلاقيهوش. هو فعلا مش منتشر. لا شكله هينقرض وهزعل. هزعل لو الخس البلدي انقرض زي الفراوله وزي الخوخ. ماي بتقولي ان زمان كان في خس افرنجي. ايه الخس الافرنجي ده؟ مش عارف. بتقولي زمان كان عندنا حاجه اسمها خس افرنجي ومش كابوتشي. كان ما كانش في الكابوتشي ده ايام كنت بس. يعني من 25 سنه ما كانش في الكابوتشي ده. كان الخس، عارفه الخسه الطويله؟ عارفه خص البلدي. بتقولي غير خص بلدي كان في حاجه اسمها خص فرنكي. انت بتحب البصل صح يا استاذ شريف؟ انا ناسي الموضوع. عارفه القطه؟ طبعا عارفاها جدا وبحبها. اشوفها برضه. بس بتيجي بس بتختفي على طول، ما بتقعدش كتير. لان زمان كان في كميه حاجات ما بقتش موجوده بجد. مش عارف راحت الحاجات راحت فين. بس برضه دلوقتي بقيت في حاجات موجوده ما كانتش موجوده زمان. ده حقيقي. بس انت عارفاني عايش في في الماضي. انا شخص عايش في الماضي. يقعدوا يضحكوا عليا. بتعمل ايه لما تروح اسكندريه؟ ماي بتروح هناك قلبها بيتقطع وتيجي تاني. اسكتي بقى. ما تفكرنيش. انا مش عارفه ازاي انا ما بمسكوش على بعض. رايح بكره. اسكندريه؟ هتعمل ايه؟ عندي ايفنت كده معزوم فيه. الله. هتقعد في نفس الفندق اللي قعدت فيه المره اللي فاتت؟ 550 جنيه الليله بالفطار نفرين. واخد واحد صاحبي معايا. الله على الصوص الحلو ده. رشه بقى جبنه الرومي من فوق. يبقى رائع. ما اقولكيش. بز بز يا ولاد الطبق ده مع شويه. طب استني بقى. فين ال معلش عايز اعمل حركه. اتفضل يا فندم. شرعك ومطرحك. اصل ايه؟ شرعك ومطرحك. لا اصل انا ده هنشفه ها في الفرن
وهغمس بيه السلطه دي. يا سلام. مع شويه عيش صار كده يستاهل بقه كل حلو. اهو اهو كده اهو. يا وعجي احكي لهم عملتي ايه لغايه دلوقتي. عملنا مسخن كبد الفراخ، عملنا جنبيه سلطه الجرجير بالبرتقال. ناقص لنا كيكه البلح بالقهوه. يا سلام، هنعملها بعد ما نسمع اغنيه ونشوف فاصل. وعند اللي بالشارع محضر لنا ايه يا اولاد؟ اول مره تحب يا قلبي، اول يوم اتهنى. يلا هنسمع كوبلي منها وبعد كده فاصل ونرجع لكم. عاونا خليكم على سمحتوا. مزيكا.
الاكل ريحته حلوه جدا. انت بس اللي جعان. اخبارك ايه؟ الحمد لله. حلويات كده عملنا قبل الفاصل هذا الشيء اللي هو الكبد. ايوه. وهذا الشيء اللي هو ايه؟ السلطه بالجرجير. هنعمل ايه؟ الكيكه بالقهوه. واحب بقى انا الفتافيت اللي حواليها دي. ايوه. بقعد ادوس عليها كده واكلها على طول. وده الباقي دي. عندنا بيضتين، كوبايه زيت وربع كوبايه زبده سايحه، كوبايه لبن وربع كوبايه قهوه محوجه ساده، يعني قهوه كوبايه قهوه معموله يعني مش باودر. ومعلقه كبيره فانيليا وثلاث كوبايات دقيق وكوبايه سكر ومعلقه كبيره بيكنج باودر وذره ملح. في بقى طبق داخليه كده هنعملها مع بعض سوا، هتشوف هنحطها ازاي. مكونه من نص معلقه صغيره قرفه ونص معلقه صغيره حبهان وربع كوبايه بلح منزوع النوى ومفروم وكوبايه سكر. الله. انظر يا عزيزي. اه يا عزيزي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنخلط المقادير الجافه سويا في هذا الاناء الجميل. هنحط الدقيق هكذا. مش عايزه حاجه اكبر؟ والله لا تمام. مش هتحطش كل ده هنا اهو؟ لا مش كله، المقادير الجافه فقط. اه الجافه فقط. والفانيليا هكذا. وسوف نضع ايضا البيكنج باودر. اسمه ايه بيكنج باودر بالعربي بقى؟ بيكربونات الصوديوم. لا زي هو بيكربونات الصوديوم محطوط عليه حمضين تانيين. لا مش عارف. طب ايه ده؟ اسمه ايه رانا؟ بيكنج باودر. عايزين نجيب له اسم. اسمه بيكنج باودر يعني؟ اسمه ايه؟ هو بجد اسمه بيكنج باودر، بيكتبوا عليه بالعربي كده بيكنج باودر. ما بس ده غلط انهم بيكتبوا عليه. مسحوق الخبز؟ ما هو بيكنج بنخبز، باودر بودرة خبز. بودرة الخبز. امال ايه الفرق بين البودرة والمسحوق؟ اظن بودرة ده كلمة جاية. مسحوق ده حاجة سائلة. لا مسحوق. ازاي تاني معجون؟ لا معجون ده بيست. السائل اللي بيبقى تقيل زي الصلصة كده. انما مسحوق يعني تم سحقه فبقى باودر. لا مش عارف. ممكن يجوز طبعا لو حد فاضي بقى وكده ممكن ينخل. طب ما بتقول لك طب ما صحكوا. طب ما صحكوا. هسحقوني كده قريب. ساسحقكم جميعا. لا انا اللي هسحقكم يعني. طيب هذه المقادير الجافه ممكن لو احنا فاضيين ورايقين ممكن ننخلها بالمنخل او نعملها زي ما انا بعمل كده بمضرب السلك عادي. طب احط ايه هنا؟ ما احنا مش ممكن ما نستعملش ده. ليه؟ عشان كده. والله؟ اه خلاص. عادي؟ اه. الموضوع سهل. لا استني هنستخدم ده ونحطه لها هي تاني. اصل ده اسهل. ماشي. اسمعي تاني عشان هنطرطش ومش عايزين نطرطش. اوكي. بيضتين صفار وبياض ومعاهم لبن ولا سبتها؟ يلا يا حاجه. يلا كوبايه لبن. اه وايه ده؟ والقهوه دي بقى القهوه الايه؟ الساده المحوجه. قهوة محوجة مش سريعة الذوبان. اه بن قهوة. اه بن. بص حتى قعد والزبدة اللي هناك والزبدة سايحة دي. اه يلا هاتي. وهي دي المقادير السائلة يتم ضربها مش سحقها. بصي بقى مثل البتاع ده. مش طرطشاية. مش طرطشاية. وهعملها. انت عايزاها زي كريمة تتقل؟ سنة؟ لا 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 مش هتتقل ابدا. انا بس عايزه البيض دي يخترق اكرمه بس. ماشي. احطها فين؟ حطي ده على ده؟ لا هاتي هاتي بقولها كبيره من معلم. لا اجيب لك انا لو مش هتعرفي توطي. لا تمام. عشان تبقي براحتك. بص انا هحط الاول الدقيق وبعد كده ننزل السائل ده في نصه وننزل. أوكي. ايه نقلبهم على بعض واحده واحده. ايه في الرحمن الله. نعمل حفرة في النص وننزل فيها السائل. ده؟ حبة حبة؟ لا كله على كيكة سهلة جدا. ممكن نضرب بالمضرب هنا ولا هيطرطش؟ اه انا شلته بس اتس اوكي. هو هيطرطش بس يلا بقى. احنا محتاجين نعجن الكيكه. فديك فديك يا اختي منى. ميرسي يا اختي.
الايام دي بقى بقعد اتفرج على فيديوهات هبعتها لك ليها علاقه بجوف الارض والرماديين، وهتلاقي نفسك تحفه. هتبدي بقى تكتشفي حاجات كده ان احنا ايه، والاطباق الطائره اللي هي بيقول لك الاطباق الطائره دي في جوف الارض مش جايه من فوق، يا جايه من جوه. سلام، مين بقى اللي بيعملها جوه بقى؟ الرماديين. ايه دي؟ ما علينا. هنا بقى قبل ما انت تعجن الكيكه انا هعمل ايه بقى؟ الطبقه اللي هي في النص اللي حكيت لك عليها ازاي بقى نعملها. هنحط السكر كده اهو، طبعا السكر نقسمته على نصين، نص حطيناه جوه اللي الشيف بيعمله والنص الثاني انا بعمله. سكر احط عليه البلح، واحط عليه حبان مطحون، واحط عليه القرفه المطحونه، ثم نقلب هذا الخليط جيدا باستخدام العصا هكذا. في حاجة تانية هتخلطيها؟ لا خلاص كده. هذا مش هتخلطيه مع هذا؟ لا. يعني خلاص مش عايزة ده؟ خلاص. Are you sure؟ أنا هعمل بإيدي بقى عشان البلح لازق في بعضه. ماشي؟ أنا إيديا نضيفة وضوافري مقصوصة عشان البلح لما بيتقطع كده ممكن يلزق في بعضه، وأنا عايزة أفرطه جوه السكر، فعشان كده إيه بفرطه بإيدي. افرح يا أماني. بصراحة بحيي اختيار الأغاني لأن يعني بقى على ذوقي جدا. انا كل الحاجات اللي هنا بقى انت فاهمه. خلاص القرفه والحاجات دي كلها؟ خلاص كده. انت عايزه شويه جوزة الطيب. يا سلام. لو لقيت في الدرج هجيب لك. فعلا فكره جميله. سوري. كده فرفطنا البلح جيدا الحمد لله. نوت؟ فرفطنا البلح جيدا. كيكه كيكه هايله وسهله وسريعه. يعني انتوا اديكم شايفين قلبنا كل حاجه على بعض، يعني مفيش اي مجهود. احط ده هناك ولا هتحطش ايه؟ لا هتبقى الصينيه بتاعت الكيك بتاعتنا اهي. طبعا دي صينيه ما بتلزقش، بس لو عندنا صينيه بتلزق ممكن حاجه من اتنين، يا اما نحط طبعا زبده ودقيق او زيت ودقيق، يا اما نبطنها بورق زبده. احط نص الخليط بس بعد اذنك يا استاذ شريف. ايوه نص بس. وبعدين بعد ما نحط نص الخليط نروح رشين بقى رشه من السكر الجميل ده اللي بالبلح والقرفه والحبهان. هكذا هكذا. نحط بقيه الخليط؟ ونحط بقيه الخليط. ندخلها الفرن ولا هتحطي حاجه تانية؟ هنحط طبقه تانية من فوق وبعدين ندخلها الفرن. احط ده كله خلاص؟ كله. انزل لك ولا انت تمام؟ بقيت سوب انت كده. الفرن طبعا يا جماعه يكون على 180، يعني مش عالي، متوسط مائل الى الحراره. وهنحط بقى بقيه البلح اللي بالسكر فوق كده وندخلها، هتقعد من 50 ل 60 دقيقه. نعرف منين انها استوت؟ زي اي كيكه هنجيب سكينه او عصايه شيش طاووق نحطها في النص وتدخل لغايه الاخر، لما نشدها مفروض تطلع نظيفه ما عليهاش اي بواقي. الريحه الحلوه دي ايه رايك؟ الحبهان. الحبهان. ندخلها الفرن على 180 مدة قد ايه؟ 50 ل 60 دقيقه. تطلع زي اللي انت مقطعاه؟ ايوه. يلا احكي لنا عملتي ايه النهارده؟ النهارده يا فندم عملنا مسخن لكبد الفراخ، وعملنا رصاصة الجرجير بالبرتقال، واخيرا عملنا كيكه القهوه بالبلح. وليس اخيرا. فمعرفش اقولها جوه. الاعلامي الكبير. اشوفك منوره. ميرسي. شكرا يا منى على الاكل الحلو اللي عملناه النهارده. كلك ذوق. انت اكتر. هنسمع دلوقتي توأم روحي للاستاذ راغب علامه. بحبها قوي. هنسمعها وبعديها نروح للاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. خليكم على سماحتك. مزيكا. حاجة يا روحي انك توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي انك توأم روحي،
يا أغلى حاجة في عمري حبك قدري وروحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، يا أغلى حاجة في عمري حبك قدري وروحي. أنا وأنت هنتوعد ولا يمكن نتباعد، أنا وأنت هنتوعد ولا يمكن نتباعد، ما أنت الحلم الواعد وأنت الدواء في روحي. أنا وأنت هنتوعد ولا يمكن نتباعد، أنا وأنت هنتوعد ولا يمكن نتباعد، ما أنت الحلم الواعد وأنت الدواء في روحي. وأنا روحي فيك وعيوني بتندهلي وقلبي بيجري عليك ورغم عليك جاي، وأنا روحي فيك وقلبي بيجري عليك وغرام عليك شاهي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم اللي حصل لي بار، بنسى الدنيا واجيلك اصلي ماليش انا بار، مش قادر احكي لك على اللي حصل لي بار، بنسى الدنيا واجيلك اصلي ماليش انا بار. اول ما رأيتك ارتحت وحبيتك، انا اول ما رأيتك ارتحت وحبيتك، حسيت اننا واحد انا وانت هنتواعد ولا يمكن نتباعد، انا وانت هنتباعد ولا يمكن نتباعد، ما انت الحلم الواعد وانت الدواء روحي. وانا روحي فيك عيوني بتنتهي قلبي بيجري عليك وغرام عليك شاهي، اجمل حاجه يا روحي انك توأم روحي.